مواجهة في شوارع نيويورك تحولت اشتباكا بالأيدي بين فلسطينيين وإسرائيليين. لولا تدخل شرطة المدينة لكان المشهد اتخذ منحا آخر. المواجهة حصلت أثناء تجمع شعبي كبير دعما لفلسطين ورفضا للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أمام قنصلية إسرائيل في نيويورك. احنا هان تضامنا مع إخواننا في فلسطين، بلدنا فلسطين، تضامنا مع الأقصى، كلنا في ذا الأقصى، ومع الشيخ جراح. إسرائيل بلد إرهابية. بعض اليهود الحرديم من طائفة مناهضة للصهيونية انضموا إلى التحرك مطالبين بإنهاء دولة إسرائيل وإعادة فلسطين للفلسطينيين. ما يسمى بدولة إسرائيل ما كان يجب أن تنشأ إطلاقا، لأنها ضد ما ينص عليه ديننا. نريد أن نرى تفكيك دولة إسرائيل بكاملها وإعادة الأرض والسيادة إلى الفلسطينيين. الشعارات أكدت على ضرورة دعم نضال الشعب الفلسطيني في المواجهة الحالية مع الاحتلال. أنا هنا عشان أدافع عن القضية الفلسطينية. أنا مش أحب إن أنا ألاقي الفلسطينيين مطرودين من بيتهم، وده أصلاً وطنهم. التحرك في نيويورك كان واحداً من اعتصامات وتجمعات أخرى نظمها الفلسطينيون والمناهضون للاحتلال في مدن أمريكية عدة. تجمع حاشد من الفلسطينيين وسواهم من مناصري القضية الفلسطينية انطلق من هنا من أمام القنصلية الإسرائيلية في نيويورك ليجوب باقي أنحاء المدينة. من نيويورك نبيل أبي صعب، العربي